بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوع اليوم حنعرف الفرق بين البانتاج ريندر والوقت اللي حياخده والستاندرد بريفيو ريندر والوقت اللي حياخده، اوكي؟ وهي الفرق بين الاثنين. حنتعلم اليوم كيف نحرك كاميرا داخل الماكس ونعمل ميك بريفيو منها ب3 دقائق، وكيف نعمل ميك منها ريندر بساعة واحدة مع ريفليكشنز والانعكاسات. عشان تعرف الفرق بين الاثنين بلش في برنامج الماكس. بداية أنا عندي كاميرا، أنا في كاميرا 01 وأنا في البريفيو السريع، بدي أحاول أختار 500 فريم. ليش؟ لأني أنا محتاج 20 ثانية، فالوقت اللي أنا محتاج اللي هو 20 ثانية يساوي 20 ضرب FPS. FPS اللي هي فريم بير سكند، أوكي؟ فشو الـ FPS؟ بشكل سريع لو دخلنا على التايم كونفيجريشن حنلاحظ انه الـ FPS هو عبارة عن عدد الفريمات في الثانية الواحدة. في عنا أنواع كثير حنحكي عنهم بعدين، يعني بالمحاضرات القادمة إن شاء الله، لكن أنا بيهمني الـ End Time 500. فعشرين ثانية ضرب 25 فريم يساوي 500 فريم. فلازم يكون عندي 500 عشان يوصل عندي 20 ثانية في الوقت، تمام. الآن حروح على التوب فيو تي اف 3 عشان الواير فرايمتر، حمسك الكاميرا وحركها من مكان إلى آخر. هختار رايت كليك موف وحبلش تسجيل. أروح على الوقت، على نهاية الوقت واختار أوتو كي. الآن صار في عندي فريم أحمر دلالة على أنه في تسجيل الحركة، فأحرك من أقصى اليمين لأقصى اليسار للكاميرا. لاحظ أنه تكون عندي كي فريم للحركة بشكل عام. لو مسكت التايم سلايدر بيكون في عندي تغير في المكان. حروح على 250 بالضبط، هي نصف المسافة بالضبط، وارفع المنطقة للامام شوي بهالشكل عشان يعمل اوفرلاب مع المنطقة اللي هون. لو رحت على موشن حلاحظ انه في عندنا من الموشن باثز ظهر عندي التارجت الخاص في الباث، هذا باث الكاميرا لو مشيت عليه حلاحظ انه ماشي على الكاميرا بالضبط، تمام. الان لو رحنا على سي، كبسنا سي فروم كيبورد عشان اشوف بعين الكاميرا، سي اف 3، والان اعطيه بلاي بهالشكل، فحيضع عندي بري بهالشكل. الآن حختار ميك بريفيو، حروح على تولز ومن قائمة تولز حروح على بريفيو، جراب فيو بورت، كرييت بريفيو انيميشن اللي هو اختصاره شيفت زائد في، تظهر لي قائمة بهمني الفريم بلاي باك 25 بالثانية، التايم كامل حيكون عندي اللي هو الاكتيف تايم سيجمنت من 0 ل 250 لما يكون كاستم، لكن هون حياخذ كامل. شو حيظهر؟ حيظهر لي بس الجيومتري، مش محتاج ولا شيء ثاني، يعني مش محتاج شيبس ولا لايتس ولا كاميرات، ممتاز. اذا محتاج هون تضيف شيء معين على الفيديو اللي حيطلع ممكن نضيف هون كتكست الفريم نمبر، عدد الفريمات او اسم الكاميرا بشكل عام، او اي شيء حاب تكتبه هون يطلع بالنهايه بالفيديو. الفيجوال ستايل كثير مهم، انا هون بطلع على ستاندرد فما بدي اشوف ظلال، حياخذ كثير وقت. هون لما اختار يكون ستاندرد بيمشي الحال مع لابتوب ضعيف، هو بياخذ لحد 2000 كواليتي، لحد 2000 كواليتي، لكن 20 كافي وزياده، هي 20 امور كافيه وزياده. وحنشوف التكستشر اللي حيكون على الماتيريال اللي عندنا، هعطيه كرييت. الان خلال تقريبا 3 دقائق حيوصل ويعطيني بريفيو كامل لهالمشهد. الان ننتقل للنوع الثاني ونشوفهم بعد نهايتهم، بس يخلصوا اثنين ونشوف المقارنه بينهم. حاطي سكيب عشان ما يكمل، فأعطاني بريفيو للمكان اللي وصل له. هذا الناتج عن ميك بريفيو. لكن نجرب نختار البانتاج. البانتاج اللي حيكون معكم، حيكون معكم بانتاج وحنزلكم اياه داونلود مباشرة. حيو الان على جوجل درايف هو بانتاج، حنعمل له داونلود المنطقة اللي هون، داونلود حينزل عندكم مباشرة، وحيتكون عندكم فولدرز، حيتكون عندكم هذا الفولدر، وهذا الفولدر حيكون عبارة عن بلاير اللي هو من كيس جروب بي دي بلاير، وفانتاج، فانتاج 1.1 هو الملف الخاص به، وهي كراك تبعه. اقرأ كيف تنزل كراك وين تحط هاي بالضبط، والأمور جدا سهلة. نحطها بالسي بروجرام فايلز كيس جروب فانتاج وانجوي. الأمر جدا سلس وبسيط، مش محتاج تعقيدات. كيف احول هاي هذا المشهد مباشرة للفانتاج؟ في عندي الاكسبورتر الخاص بالانيميشن، وهذا جديد اجى بس في فيرجن 1.1،
كليك عليه. الآن حيشغل الجي بي يو، والآن حياخذ شوية وقت لينقله مباشرة للبانتاج. اللي بصير فعليا إنه البانتاج محتاج كرت شاشة حديث نوعا ما، يعني يكون قائمة RTX، يعني GTX حديث جدا، أو RTX وإطلاع، فنوعا ما محتاج كرت شاشة مميز، كرت شاشة مميز. فبتمنى اللي ما حيشتغل عنده البانتاج أصلا حيكون الهاردوير نوعا ما ما بتحمل. فغالبا يعني في انتشار واسع جدا في RTX بالفترة الأخيرة على مستوى العالم، فمن السهل الحصول عليه إن شاء الله، وإن شاء الله كل توفيق لكم يكون تحصل على أجهزة مميزة وحديثة بحيث تجاري التطورات اللي بتصير حول العالم. ننتظر الآن ليخلص إكسبورتينج، حعمل بوز ليخلص. الآن حنشغل، وهي البانتاج واشتغل في الماكس مباشرة. عندي الإكسبوجر ضروري أعملها تيونينج، والدي نويزر ضروري يتأمن معاي بشكل مناسب. في عندي كبسات معينة على الشمال، في عندي الكاميرا، كم الريزوليوشن الخاص بالكاميرا ضروري يكون 1920x1080 بيكسلز. اوكي، وكمان البوست برودكشن يفضل البلومينج عادة بتكون باي ديفولت 0.3، انا دائما بطفيها، لو زدناها كثير هتحس انه صار بلومينج عالي جدا، انا بدي يكون شارب، فيفضل تكون زيرو. وكمان الهايلايت بيرن يفضل دائما تكون زيرو، لانها تكون واحد هيعطيني اوفر اكسبوز لايتنج خاصة اللون الابيض، فيفضل تكون زيرو باستمرار. بالنسبة للرندرينج عادة باي ديفولت الباونس للجي اي 2، وفي عنا ريفليكشن وفي عنا ريفراكشن، اثنين باونسينج وفي عنا اربعة باونسينج، والنويز ثري شوت 0.002 هي باي ديفولت 0.01 باي ديفولت 0.01، بعملها عشان تفاصيل اكثر تكون 0.002. الان نعمل بلاي ونشوف الفيديو. هذا البريفيو الخاص في البانتاج، ممكن الان نعطيه بلاي مباشرة أو رندر مباشرة. فنكبس على بليق الشاي لهون، فحيسألني إنه الحجم مباشرة الويدث والهايت حيكون 1920x1080، سامبلز مقدار الكواليتي، كل ما عليت كل ما كان أفضل، لكن يعني سامبلز 100 ممتاز كافي وزيادة. الفريم بفر FPS سوري لفريم بير سكند حيكون 25 اللي هو البال سيستم. يفضل تفعيل الموشن بلير لأنه بعطي واقعية، والدينوزر يكون مفعل اللي هو دينوزر قيمة عالية، يعني يفضل نرفعه على الآخر الدينوزر كمان، فممكن نعطيه كانسل نرفعه على الآخر عشان يروح أي نويز ممكن يظهر لي خلال الريندرينج، وروح على قائمة ريندر وأعيد الأوبشنز مرة تانية اللي هون بهمني بس يكون 25 فريم بير سكند، وبديها سيف أز ديفولت دائما، أنا بديها بهالقيمة اللي هون، وموشن بلير أوكي 1920. الآن ستارت، بس بلش ستارت، نحطه مكان انا اوريدي عامله سابقا عشان ما اخركم، لكن نعمل عين عشان نشوف السرعه امامكم، وحيكون نوع PNG اكثر وافضل للايديتنج ليتر. الان لاحظوا هاي الموشن اللي بلش فيه باول صوره تقريبا باخذ عماله ثواني، يعني 10 ثواني لكل صوره، 15 ثانيه بهالرينج، يعني اسرع من برنامج اللومين اوريدي، اسرع من اللومين اوريدي، فباخذ وقت لعشرين ثانية، ممكن يأخذ ساعة أو أقل شيء بسيط لعملية الرندر. حوقف الرندر الآن ونشوفهم مع بعض as a sequence. والآن هاي السيكونس اللي تم حفظها عن طريق برنامج البانتاج، الآن حنعملها open with، وانتبهوا الآن حيكون في عنا another application to open اللي هي PD player، والPD player اللي أنا بعت لكم إياه already على الجوجل درايف هو عبارة عن منتج من منتجات كيس جروب، وهذا الشيء رائع جدا بحيث انه بيعطيك بداية الصور ونهايتها as one movie. هلا بنشوف، انا شغلته مباشرة عن طريق البي دي بلاير this one، وبعطيه play حشوف الفيديو كامل، وبمكان يعمل زوم داخل الفيديو اثناء العرض، بمكان يعمل زوم واشوف النتيجة بشكل او باخر. فهي نتيجة البانتاج رندر with reflections كثير ممتاز وقريب جدا من الواقع، قريب جدا من الرندر الطبيعي بقصد، يعني بس شوية فليكرينج عند الزجاج مقبولة نوعا ما، لكن كبريفيو بيخلص معي رندر خلال ساعة أو أقل شوي من ساعة، إشي كثير ممتاز، مع أنه الوضع الطبيعي للرندر بيخلص بشقل من 10 ساعات أو
ممكن 5 ساعات بهالرينج حسب سرعه الجهاز بشكل عام. عندي الامكانيه اني اتحرك مانيوال عن طريق الضغط بالماس ناوس للتكليك. ممكن ازيد السرعه واحط بدل ما 25 فريم بير سكند اعطيه مثلا 60 فريم بير سكند واعطيه بلاي، حيكون اسرع. فهو فليكسبل للصور بحيث احولها لموفي. واحنا بنعمل تيستينج للموضوع على اساس انه ممكن احنا نعمل زومينج ونقرا الفليكرينج افري وير بكل مكان تفاصيل اكثر. فكل ما زومنا اكثر كل ما قرانا اكثر، ممكن ازوم ان او اوت. وهذا الشيء رائع جدا، افضل برنامج على مستوى العالم للتحكم بالسيكونس البي دي بلاير. ان شاء الله انه تتيسر اموركم ويكون معكم، وان شاء الله يكون مفيد لكم خلال هاي التجربه. الان نشوف الفيديو النهائي. والان هذا الفيديو النهائي اللي على الشمال هو الفانتاج رندر، اخذ تقريبا ساعه 50 ثانيه 50 دقيقه تقريبا، واللي على اليمين اللي هو 3 minutes اخذ 3 دقائق رندر. هذا كثير مناسب وهذا كثير مناسب. مين بحدد الافضل؟ مين بحدد المميز بينهم؟ اللي بحدد هذا الشيء اللي هو رؤيتك الشخصيه وعينك. يعني على مستوى طالب جامعه ممكن بريفيو يمشي الحال، لكن اذا كان عنده حب للكواليتي وعينه بتقرا الاشياء المميزه جدا فهو بيحدد الاوتبوت تبعه. فهي الاوتبوت كثير ممتاز، كثير فليكسبل، ما باخذ وقت كثير، يعني نوعا ما بالنسبه للرندر الطبيعي مناسب كوقت، كوقت مناسب. لكن هون سريع جدا ميك بريفيو. احنا عاده بنعمل ميك بريفيو من اجل العملاء عشان ناخذ موافقه على الرندر قبل ما نرندر وناخذ وقت في الرندر. بس انا مبسوط كثير في الفانتاج، كثير فخم، كثير ممتاز، وبعطي رؤيه معتدله. بتمنى التوفيق للجميع وتستفيدوا منه. ما تنسونا من دعائكم. السلام عليكم جميعاً.